تعتبر صفحة المبيعات على موقع أمازون الواجهة الأمامية لمنتجك. المتصفحين سيجدوا منتجك فقط من خلال صفحة المبيعات. لذلك من المهم أن نعرف صفحة مبيعات بطريقة مهنية وصحيحة. ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على 5 عوامل مهمة لتعريف صفحة مبيعات ناجحة على موقع أمازون. عامل النجاح الأول هو المصطلحات المعرفة بالعنوان. عليكم عمل بحث مصطلحات مهني وتعريف المصطلحات المتعلقة بمنتجاتكم بشكل مباشر. حاولوا كتابة المصطلحات الأساسية للمنتج في أول العنوان والخصائص الثانوية بعدها. تذكروا أن محرك البحث يبين نتائج البحث حسب المصطلحات التي سنعرفها بالعنوان، لذلك عليكم الانتباه للمصطلحات التي ستعرفونها. يمكنكم أخذ أفكار من تجار آخرين يبيعون نفس المنتجات، ولكن إياكم نسخ المصطلحات نفسها. عرفوا مصطلحات جديدة للوصول لجمهور جديد. عامل النجاح الثاني هو البوليت بوينتس. البوليت بوينتس عبارة عن وصف أولي عن المنتج، عادة سنراه جانب أو تحت صورة المنتج، وهو عبارة عن 5 أسطر. في هذا البند علينا كتابة الخصائص الأساسية عن منتجنا وما يميزه عن المنافسين. لا تكتبوا مبلغ المنتج أو تخفيضات سعر للمنتج، فهذا ممنوع حسب قوانين أمازون. البوليت بوينتس بند مهم لتسويق المنتج للمتصفحين على الموقع. عامل النجاح الثالث هو صور المنتج. حسب قوانين أمازون صور المنتج يجب أن تكون على خلفية بيضاء ومبين بها المنتج دون أي كتابات أو شعارات إضافية أخرى على الصورة، وأن تكون الصورة بجودة عالية جدا. لقد أجرينا عدة تجارب والنتائج كانت صفحات مبيعات معرف بها الصور بجودة جيدة، أداء مبيعات الصفحة كان عالي جدا وممتاز جدا مقارنة بصفحة الصور المعرف بها كانت غير جيدة. لا تستهتروا في عامل الصور، هو عامل مهم جدا وقد يؤثر بشكل مباشر على مبيعاتكم. عامل النجاح الرابع هو وصف المنتج. ألاحظ الكثير من التجار تكتب فقط جملة أو جملتين عن منتجها بالوصف، وهذا خطأ. عامل الوصف مهم جدا، اكتبوا وصف كافي ووافي عن منتجكم. يمكنكم أيضا كتابة جمل تسويقية عن منتجكم في الوصف، وحتى إذا لزم الأمر يمكنكم الطلب من مساعدة من شخص يكتب الوصف بطريقة مهنية وملائمة للغة الجمهور المستهدف. عامل النجاح الخامس هو تعريف خصائص المنتج. مباشرة بعد وصف المنتج سنرى بند Product Information وهو خصائص المنتج أو معلومات عن المنتج. أيضا في هذا البند ألاحظ الكثير من التجار لا تعرف جميع الخصائص اللازمة للمنتج. لا تستهتروا في هذا البند لأن محرك البحث يأخذ من هناك معلومات ويبين نتائج البحث حسب المعلومات المعرفة هناك. أيضا سيوفر الكثير من خدمة الزبائن والتساؤلات لدى المتصفحين عند المنتج. لذلك عرفوا خصائص المنتج التي تعرفونها. معطيات لا تعرفونها لا تعرفوها على Product Information. صفحة المبيعات هي أثمن شيء تملكونه، عليكم تحسينها بشكل مستمر وعدم الاستهتار في أي بند، لأن النجاح في مجال التجارة الإلكترونية مبني على التفاصيل الصغيرة. وسؤالي في هذا الفيديو، في أي بند في صفحة المبيعات تستصعبون أكثر؟ اكتبوا لي بالتعليقات إجابتكم وسأحاول مساعدتكم. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.